شفنا في الحلقة السابقة القصة ديال الفالنتاين وكيفاش قدرات هاد العادة الغربية تدخل لنا كيف كتدخل السوسة مع الدرسة. اليوم غادي ندويو على واحد الثقافة أخرى اللي دخلت حتى هي للدول الإسلامية وانتشرت كالنار في الهشيم واللي هي عيد الهالوين. وغادي نشوفو شنو القصة ديال هاد العادة الغربية وأيضا شنو كتعني ديك اليقطينة اللي ولينا كنشوفوها بزاف وعلاش هاد العيد تيكون فيه ملابس تنكرية بشعة ومخيفة. بغينا هاد المقطع يوصل أكبر شريحة ممكنة وانت عزيزي المشاهد عليك بالبارتاج حيت انت ربما تكون هو السبب اللي غادي تخلي واحد اخر يفيق من القلبة ويعرف الخطورة ديال هاد المسائل. فبلا ما نطول عليكم ونبداو القصة. القصة كترجع لعصور قديمة جدا بالضبط مع شعوب الكيلت او السيلت. هاد الناس كانوا كيسكنوا في داك الوقت في ايرلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وكان عندهم نهار 1 نوفمبر هو النهار اللي كيقسم العام لجوج مواسم، موسم النور وموسم الظلام. وهذاك النهار كان هو بداية موسم الظلمة وكان هو النهار اللي كيحتفلوا فيه بموسم جني اليقطين. داكشي علاش كنشوفوا داك القرعه في الهالوين. الهالوين هو مزيج بين الكلمه الانجليزيه اول هالوز ايف واللي كتعني ليله جميع القديسين والكلمه الكلتيه صهاوين، ومن بعد دمجوا بيناتهم وعطاونا كلمه هالوين. النهار كانوا كيحتفلوا فيه شعوب الكلت وايضا حتى النصارى. شعوب الكلت كانوا كيعتقدوا ان هذا النهار هو النهار اللي كتحرر فيه جميع الارواح ديال الناس اللي ماتوا، حيت في الاعتقاد ديالهم ان اي واحد مات كتبقى الروح ديالو في نفس المكان اللي مات فيه. مثلا واحد غرق في الواد الروح ديالو كتبقى في هذاك الواد، واللي مات في الطبيب الروح ديالو كتبقى واحله في نفس الطبيب. هذيك الارواح كتبقى في نفس المكان حتى كيجي نهار 1 نوفمبر اللي هو النهار ديال الهالوين. داك الساعات كتقدر تحرر هذيك الارواح من داك المكان اللي ماتت فيه. دابا اجي نعرفوا داك الناس علاش كيلبسوا دوك الازياء التنكريه ذات الاشكال القبيحه والمخيفه. شعب الكيلت كانوا كيعتقدوا ان الارواح اللي كتموت وتبقى واحله كتنقسم لجوج اصناف، منها الارواح الطيبه والارواح الشريره. الارواح الطيبه طبعا كيقولوا انها ما غاديش تاذيهم، فقط كتجي تودعهم وتمشي في حالتها. اما الارواح الشريره كانوا كيعتقدوا انها تقدر تاذيهم، فبطبيعه الحال خاصهم شي وسيله باش يحميو راسهم منها. وهما اخترعوا بعض الطقوس بحال اشعال النار والشموع وكيلبسوا ملابس مقززه ومرعبه باش زعما ما تقربش عليهم الارواح الشريره. كيف قلنا سابقا ان هذا النهار ايضا كيوافق عشيه القديسين عند النصارى واللي كيتسمى عندهم اول هالوز ايف. وحتى من الكلتيين كانوا باقي ما مسمينوش الهالوين بل كان كيتسمى صهاوين او صماهين. النصارى كان عندهم هذا النهار مخصص للاحتفال بالموتى والشهداء وكانوا كيصليوا في الكنيسه وكيترحموا عليهم. النصارى والكلتيين قالوا بما اننا كنحتفلوا في نفس النهار علاش ما نديروش حفله وحده ونهنيوا الوقت. النصارى كيحتفلوا داخل الكنيسه والكلت خارج الكنيسه كيشعلوا العافيه ويلبسوا دوك الملابس المخيفه وداك العجب. فراه احسن بلان نقدروا نديروه هو نجمعوا كلشي في خطره واحنا ناضين. الفكره عجباتهم وقرروا ان اول حاجه خاصهم يديروا هي شي سميه لهذا الاحتفال اللي تكون موحده. بما ان الكلت عندهم صهاوين والنصارى عندهم هالوز ايف، اتفقوا في النهايه ميكسيو بيناتهم وسماوها هالوين. ولكن هاد المعتقدات ما غاديش تبقى فقط في الاراضي الايرلنديه بل غادي تدوز ايضا للاراضي الامريكيه، ومع الهجره اللي داروا الايرلنديين للقاره الامريكيه غادي تزيد هاد المعتقدات تكبر بشكل اقوى. ولكن الاشكال ان هاد العادات عندها طابع مخيف ودموي وايضا كتتعلق بعادات وثنيه. داكشي علاش رجال الدين اللي في امريكا بغاو يعدلوا عليها باش تولي تناسب المجتمع المسيحي. وما بقاش داك الازياء كتقتصر فقط على ازياء الهياكل العظميه والوحوش المرعبه بل زادوا عليها ازياء الاميرات والابطال الخارقين. وفي النصف الاول من القرن 19 غادي يولي هذا الاحتفال شائع جدا وكيحتفل به الصغير والكبير، وغادي يولي مناسبه اجتماعيه اكثر منها كمناسبه دينيه. ومع انتشار الاعلام ومسلسلات نتفليكس غادي تزاد هذا الشيء انتشر في العالم باسره، واللي كيضر في الخاطر ان المسلمين حتى هما ولاو كيستهلكوا هذا النوع من المعتقدات. وراكم كتشوفوا هذا الشيء ولا منتشر وغادي وكيكثر، وكاين اللي غادي يقول ان هادشي حرام وحنا ما كنحتفلوش به. ولكن السيد ديما كتلقاه ما مخلي حتى شي سيد ما زاروش وكاع القباس كيعرفهم، ويا للاسف كنشوفوا الملايين كتخسر كل عام على فحال هاد الامور، وان هاد السادات براسهم يقدروا يكونوا بنفس الخطوره ديال الهالوين. والانسان خاصو يعرف فين كيحط رجليه ويقرا ويبحث في الدين ديالو، ماشي يبقى يدير غير التقليد الاعمى حتى يلقى راسو في شي مسائل لا تحمد عقباها. هذا ما كان الاصدقاء، ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم. تهلاو ليا فراسكم، تشاو.